السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعيني من كل مكان. أنا إيناس عبد الله ودي قناتنا بتحسنة. النهاردة إن شاء الله موضوع حلقتنا هو منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول. طبعا هنعرض منهج العلوم الجديد وكمان هنشوف طريقة كتاب الباهر في عرض محتوى المنهج عاملة إزاي. كتاب الباهر بتصريح وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. سعر الكتاب 48 جنيه وعدد صفحاته 264 صفحة. طبعا الكتاب بيعرض المنهج بشكل مختلف جدا، أنا انبهرت بصراحة بطريقة الكتاب، عشان كده حبيت أن أنا أصور الكتاب من جوه وكمان نشوف طريقته عاملة إزاي، علشان قبل ما نشتريه أو قبل ما نشتري أي ملخص خارجي لازم طبعا نشوفه الأول، علشان طبعا المناهج الجديدة بقت مختلفة عن قبل كده وطرق الكتب بتختلف من كتاب للتاني، فطبعا لازم نشوف المناهج بتتعرض ازاي مع الكتب، وخاصة طبعا الكتب الجديدة نسبيا زي كتاب الباهر كده. تعالوا كده نشوف مع بعض محتوى المنهج. واحنا كنا قلنا قبل كده في حلقة سابقة عن محتوى منهج العلوم لصف الرابع الابتدائي، لكن تعالوا نشوف كده الكتاب بيعرضه بشكل عامل ازاي. طبعا احنا عرفنا خلاص ان المنهج بتاعنا عبارة عن محورين، المحور الاول بعنوان الانظمة، والمحور الاول ده بيضم وحدة فقط اللي هي الوحدة الاولى بعنوان الانظمة الحية، والوحدة الأولى بتضم أربع مفاهيم، وبرضو المحور الثاني بعنوان المادة والحركة بيضم وحدة واحدة فقط بعنوان الحركة وكمان بتضم أربع مفاهيم. يبقى احنا الترم ده إن شاء الله مطلوب مننا دراسة 8 مفاهيم. تمام، طب تعالوا نشوف كده الكتاب بيعرض ازاي المنهج بتاعنا. عندي هنا كده بادئ بالمشكلات اللي بتأثر على بقاء الكائنات الحية، بيعرض لك 3 مشكلات وبيوضح لك ان المشكلات دي انت درستها قبل كده، طبعا يقصد في منهج اكتشف او ديسكفر درسناها فعلا قبل كده السنة اللي فاتت، وبدأ يعمل لك تمهيد كده بسيط لدراسة الوحدة الاولى اللي هي تمهيد عن دراسة الخفافيش ونظرة عامة على مشروع الوحدة. طيب الوحدة الاولى اللي هي الانظمة الحية، المفهوم الاول التكافؤ والبقاء. احنا اتفقنا طبعا في الوحدة الاولى دي هندرس 4 مفاهيم، جايب لك المفهوم الاول بعنوان التكيف والبقاء، وبيبدأ بقى يعرض لك الاول اهداف المفهوم. وطبعا الاهداف دي في ناس كتير جدا مش بتهتم بيها ومش بتقرأها، لكن انا بوضح هنا يا سنة رابعة انك لازم تعرف اهداف المفهوم اللي انت هتذكره ايه، لان الامتحان في اخر السنة هيجي بشكل يقيس مدى تحقق هذه الاهداف. وكمان جايب لك المصطلحات الاساسية المفروض انك تعرفها في دراسة هذا المفهوم. نبدأ بقى في شرح المفهوم. زي ما انت شايف كده جايب لك صور توضيحية وكمان اسئلة بينية للفكرة المشروحة، يعني هنا مثلا شرح لك الفكرة الاولى وجايب لك اسئلة، في منها طبعا اسئلة بتكون مجابة واسئلة غير مجابة. تمام، عندي مثلا هنا الفكرة دي بتشرح لك اقدام البطريق وازاي ان البطريق بيقدر يتكيف مع البيئة اللي عايش فيها، وجايب لك سؤال لماذا او علل لا تتجمد اقدام البطريق على الجليد، وجايب لك إجابة نموذجية على هذا السؤال. تمام، بعد كده عندي أسئلة تانية بسيطة كده بعد كل شرح كل جزئية، بعد شرح كل جزئية بيجيب لك مجموعة من الأسئلة زي ما اتفقنا إما أن تكون مجابة أو غير مجابة. تمام، بيبدأ هنا كمان يشرح لك جزء تاني ويجيب لك مجموعة من الأسئلة عليها، وزي ما انت شايف كده بيعمل لك مقارنات بين الحيوانات وأسئلة برضو، وبعدين بعد الجزء ده بيجيب لك امتحان اللي هو قيم نفسك مع الباهر. طبعا احنا لسه المفهوم الاول بتاعنا ما خلصش، هو جايب لك هنا نموذج كده مبسط الامتحان عشان يقيس مدى فهمك للجزء اللي تم شرحه. تمام، بعد كده عندي طرق التكيف وكيف يساعد التكيف الحيوان، بيشرح لك طبعا الجزئيه دي بشكل مبسط جدا زي ما انت شايف مع الصور الموضحه للشرح واسئله كده بينيه بعد كل فكره مشروحه بيبدا يجيب لك الاسئله دي. تمام، وبرده هنا جايب لك طرق تكيف النباتات، وبعد كده جايب لك بقى هنا بعد الشرح ده كله جايب لك قيم نفسك مرة أخرى. احنا مازلنا في المفهوم الأول، بعد كده عد كده معايا ده تاني تقييم في المفهوم الأول، بعد كده بيرجع يشرح تاني في المفهوم الأول وهيبدأ يشرح لك الجهاز الهضمي للإنسان، وجايب لك رسمة للجهاز الهضمي للإنسان والشرح قصادها، وكمان جايب لك مجموعة من الأسئلة المجابة على هذا الجزء. تمام، وبعد كده بيوضح لك تركيب الجهاز الهضمي في الإنسان، وجايب لك أيضا أجهزة الجسم في الحيوان.
تمام. وابدأ يشرح بقى هنا الجهاز التنفسي وعملية التنفس. وطبعا زي ما انت شايف في أسئلة كتير بعد كل فكرة مشروحة زي ما انت شايف. وبعدين نيجي بقى على جزئية دور البشر في التأثير على البيئة، وجيب لك مجموعة من الصور وشرح لك قدامها ازاي الإنسان بيأثر على البيئة. وبيكمل الكتاب شرح المفهوم الأول، وبعدين بيجيب لك قيم نفسك مع الباهر، وده كده بيكون الامتحان رقم 3 في المفهوم الأول. تمام، مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة، طبعا أسئلة متنوعة بتقيس مستويات الطلاب المختلفة، سواء كان طالب ضعيف أو متوسط أو متميز، هيلاقي إن الأسئلة مناسبة لجميع مستويات الطلاب. تمام، بعد كده المفهوم الأول بينتهي وبيبدأ يجيب لك بقى المصطلحات اللي جت في المفهوم الأول، وزي ما أنت شايف كده بيلخصها لك كلها وبيجيبها لك كلها في صفحتين زي ما أنت شايف. وبعدين بيجيب لك بقى تدريب عام على المفهوم الأول. وبكده يكون انتهينا من شرح المفهوم الأول. طبعا شايفين كمية الأسئلة قد إيه، المفهوم نفسه بيتخلله 3 امتحانات، وفي نهاية المفهوم بيبدأ تدريبات عامة على المفهوم الأول. تمام، وندخل على المفهوم الثاني كيف تعمل الحواس. بيبدأ يشرح بنفس الطريقة، كل فقرة تحتيها مجموعة من الأسئلة المجابة أو الغير مجابة زي ما انت شايف. والشرح طبعا بيكون مدعم بالصور. وطبعا عندي 3 امتحانات على كل مفهوم زي ما انت شايف. أدي الامتحان الأول، قيم نفسك، وبيرجع تاني يشرح ويديك أسئلة بيانية، وقيم نفسك تاني. طبعا أسئلة كتير جدا، الأسئلة دي مهمة جدا وبتساعد الطالب في فهم المنهج بشكل جيد. تمام، ادي هو بيكمل شرح زي ما احنا شايفين. وبعدين قيم نفسك رقم 3 اهو. وبعدين بيجيب لك ملخص المفهوم الثاني واهم المصطلحات، وبعدين تدريبات عامة على المفهوم الثاني. تمام، بعد كده بيدخل على المفهوم الثالث برضو بنفس الطريقة زي ما انت شايف. هنجري بقى بسرعة كده، انت شايف الشرح اهو، الاسئله البينيه وقيم نفسك. طبعا قصه الاسئله دي مهمه جدا في فهم الدرس. شايفين طبعا اسئله، قيم نفسك مع الباهر، قيم نفسك تاني. عندي بقى مجموعه كبيره من الاسئله زي ما انت شايف. وبعدين بيلخص لك الدرس وبيجيب لك اهم المفاهيم اللي جت في الدرس واهم المصطلحات زي ما انت شايف كده. وبعدين تدريبات عامه على المفهوم الثالث. وبيبدا في المفهوم الرابع، التواصل ونقل المعلومات. طبعا هنلاقي هنا كده موضوعات جديده، وهنلاحظ هنا حاجات كتير بتميز الإنسان عن الحيوان في التواصل، زي مثلا طريقة الكتابة أو اختراع الكتابة زي ما انت شايف. هيجيب لك بقى كتابات مختلفة، منها الكتابة الهيروغليفية والكتابة المسمارية والكتابة الخاصة بشعوب المية، وازاي الإنسان قدر يخترع الورق عشان يتواصل منذ القدم. تمام، وهنا كده عندي قيم نفسك تاني مع الباهر. طبعا المفهوم الرابع بقى بنفس طريقة الكتاب من أول مفهوم، بيبدأ يشرح وأسئلة بينية مجابة وغير مجابة، والتقييمات المتنوعة اللي فيها طبعا مجموعة كبيرة من الأسئلة زي مثلا أكمل، صوب ما تحته خط، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، اكتب المصطلح العلمي، علل لما يأتي، ماذا يحدث إذا، انظر إلى الرسم المقابل ثم أجب، حلل كعالم. عندي طبعا مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة زي ما انت شايف. الأسئلة دي بتناسب جميع مستويات الطلاب. تمام، هيبدأ هنا كده يكمل شرح المفهوم الرابع، وبيشرح صدى الصوت عند الخفافيش. وقيم نفسك زي ما انت شايف كده. طبعا كل ما بيبدأ يشرح جزئية بيبدأ يديك أسئلة عليها عشان تقدر تثبت المعلومات اللي انت ذكرتها. وبانتهاء المفهوم الرابع يبقى احنا كده خلصنا الوحدة الاولى، وبيبدأ يديك مشروع الوحدة الاولى وملخص الوحدة الاولى، دوت بقى اللي انا عايزك تركز معايا فيه. الملخص ده حلو جدا جدا جدا، عجبني قوي اول ما شفته، لان انت ممكن تعتمد عليه جدا في المذاكرة. فهو مثلا جايب لك هنا جميع الحيوانات اللي انت درستها علشان يعرفك الخصائص بتاعتها. تمام، عشان ما نبدأش نتلخبط، احنا ممكن كل مرة ما نيجي نذاكر نراجع كده حيوان او اثنين، نبدأ نراجعه ونشوف الخصائص بتاعته عامله زي. تمام، شايفين كده. وكمان بعض النباتات اللي درسناها، وبيقول لك ايه الفرق بين التغيرات الطبيعيه والتغيرات البشريه، وهكذا. جايب لك مجموعه كبيره قوي من المصطلحات اللي بشرحها بشكل مبسط جدا، وملخصها لك في كام صفحه كده، المفروض ان انت بتراجعهم كل ما تيجي تذاكر. طبعا مش كلهم، بتبدا جزء جزء كده تراجعه، وفي اخر الترم هتلاقي نفسك حصلت مجموعه كبيره جدا من المعلومات في وقت بسيط. تمام، شايف طبعا التلخيص عامل ازاي. بعد ما جايب لك هنا اهم خصائص الحيوانات، جايب لك بقى اهم المفاهيم اللي جت في الوحده الاولى واهم الرسوم
بالبيانات التوضيحية. طبعا كل ده تلخيص أكثر من رائع، جميل جدا. وأنا شايفة أنه هو ده أحسن حاجة في الكتاب، أنه هو جايب لك تلخيص للوحدة الأولى بالشكل الجميل ده. طبعا عايزة أوريكم كمان حاجة مهمة قوي، جايب لك ملخص كمان للوحدة الأولى عن طريق أسئلة مجابة، يعني مثلا أسئلة علل كلها اللي ممكن تجي لك على الوحدة الأولى، جايبها لك كلها مع بعض هنا. مثلا في 34 سؤال علل كلهم مجابين إجابة نموذجية، يعني ممكن مثلا كل درس تذكره تحفظ لك سؤالين ثلاثة، ودوت بيساعد على تجميع المعلومات بشكل سريع، وان انت تتأكد ان انت مذاكر بشكل كويس. تمام، شايفين طبعا كل الأسئلة دي مجابة إجابة نموذجية، وكمان جايب لك أسئلة قارن، والأسئلة دي بتلخص لك برضو مجموعة كبيرة من المعلومات في شكل بسيط خالص زي ما احنا شايفين كده. وبعدين جايب لك ماذا يحدث في الحالات الآتية، طبعا السؤال ده جديد علينا زي سؤال علل بالظبط، ما هو جديد برضو السؤال ده جديد علينا، ماذا يحدث في الحالات الآتية. جايب لك مجموعة كبيرة من الأحداث أو المواقف المفروض ان انت تكتب ماذا يحدث في الحالات الآتية، وطبعا الأسئلة دي بتكون مجابة إجابة نموذجية زي ما انت شايف. وبعد ما بينتهي من تلخيص الوحدة الأولى بيبدأ يراجع لك بقى على المفاهيم، كل مفهوم لوحده، مراجع على المفهوم الأول، شايفين طبعا كمية الأسئلة قد إيه، مراجع على المفهوم الثاني، مراجعة على المفهوم الثالث، مراجعة على المفهوم الرابع. وبكده تكون الوحدة الأولى معانا انتهت. شايفين طبعا الكتاب عارض الوحدة الأولى بشكل عامل ازاي، الأسئلة البيانية بعد كل فقرة مشروحة، وكمان الامتحانات اللي موجودة بعد شرح كل جزئية، بيعمل لك قيم نفسك كده بشكل امتحان مبسط، وفي آخر المفهوم بيجيب لك امتحان على المفهوم ككل. وبعدين التلخيص الأكثر من رائع للوحدة الأولى بعد ما انتهت، وجايب لك برضو مراجعة على كل مفهوم لوحده. أظن بقى لو ذاكرنا بالطريقة دي مفيش ولا جزئية في المنهج هتفوت من هنا. والكتاب عرض المنهج بشكل كويس جدا، ممكن أنا كولية أمر أو كمعلم أبدأ أشرح للطالب بالطريقة دي وأرجع له بالطريقة دي، وطبعا الطريقة دي هتخلينا نقدر نذاكر المنهج بتاعنا بشكل كويس. نبدأ بقى في الوحدة التانية. زي ما أنت شايف إحنا قلنا إن الوحدة التانية بتتكون من 4 مفاهيم برضو، أدي بيعرض المفهوم الأول وأسئلة بيانية بعد كل شرح، وكمان قيم نفسك زي ما إحنا بقى اتفقنا أهو. بعد كل جزئية صغيرة بيبدأ بقى يعمل لك امتحان كده علشان تقدر تقيم نفسك وانت فهمت فعلا الجزئية دي ولا لا. بعد كده بيكمل شرح والأسئلة البينية والرسومات التوضيحية للشرح زي ما انت شايف، وبعدين بيجيب لك ملخص الدرس أو ملخص المفهوم الأول، بيجيب لك أهم المصطلحات اللي جات في الدرس زي ما انت شايف كده قدامنا، وبعدين قيم نفسك مع الباهر وتدريبات عامة على المفهوم الأول. نبدأ في المفهوم الثاني، الشرح وأسئلة بيانية والصور المدعمة للشرح، وقيم نفسك طبعا في كذا امتحان زي ما احنا شايفين، وده طبعا اسلوب حلو قوي في تثبيت المعلومة. تمام اهو هيبدأ يكمل شرح المفهوم الثاني ويبدأ يديك تقييمات بيانية وتدريبات عامة على المفهوم الثاني، وبينتهي المفهوم الثاني ويبدأ يشرح في المفهوم الثالث زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة، والأسئلة الكتير على كل جزئية زي ما انت شايف، وقيم نفسك، ويبدأ هنا يديك مسائل بيشرح لك ازاي تحل مسائل حساب السرعة، وبيديك نموذج محلول، وبيبدأ يديك انت بقى نماذج علشان تبدأ تحلها. وعلى فكرة كل الأسئلة الموجودة دي ليها نماذج إجابة وراء في آخر جزء في الكتاب. الأسئلة دي كلها بتكون مجابة في الجزء الأخير من الكتاب. قيم نفسك مع الباهر وتدريبات على المفهوم الثالث، تدريبات عامة طبعا. وبعد كده نيجي لآخر مفهوم معنا وهو المفهوم الرابع، الطاقة والتصادم، بيبدأ يشرح برضو جزئية جزئية وأسئلة كده بينية زي ما انت شايف، وبعدين قيم نفسك طبعا، أسئلة كتير جدا على كل جزئية زي ما انت شايف كده. الكتاب من أوله لأخره مليان أسئلة وتدريبات وتقييمات وتدريبات عامة هو على المفهوم الرابع، وملخص الوحدة التانية بيبدأ يلخص لك الوحدة التانية زي ما عمل مع الوحدة الأولى بالظبط، بيجيب لك أهم المصطلحات اللي جت في الوحدة التانية، وأهم أسئلة علل، جايب لك كم سؤال علل هنا، جايب لك 13 سؤال، وأهم المقارنات، وكمان ماذا يحدث في الحالات الآتية، وكمان أذكر أهمية كل من، وبعض تحولات الطاقة. كل ده طبعا أسئلة مهمة جدا انت لو ذكرتها، وهي طبعا بيكون أسئلة مجابة لو ذكرتها واحدة واحدة كده من أول الترم لآخره، هتقدر ان انت تلم المنهج كله في وقت كويس، وهتقدر تلم كل معلومات المنهج بشكل جيد جدا. تمام،
بعد كده بيبدأ بقى يديك مجموعة من الامتحانات أو نماذج الامتحانات، طبعا زي ما انت شايف أسئلة زي أكمل ده علامة صح أو خطأ، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، انظر إلى الرسم الموضح أمامك واكتب البيانات، تمام. وطبعا في مصطلحات زي ما انت شايف كده ومجموعة كبيرة من الامتحانات. تعالوا نشوف كده الكتاب جايب لنا كام امتحان على منهج العلوم الترم الأول للصف الرابع الابتدائي. ادي النماذج قدامنا اهي، 19 نموذج، تمام. طيب بعد كده عندي في اخر الكتاب بقى شايفين ده الجزء ده هي الاجابات النموذجيه لكل الاسئله اللي وردت في الكتاب من اول الكتاب لاخره. ممكن تلاقي اي سؤال مش عارف اجابته هتلاقي اجابته النموذجيه موجوده ورا في اخر جزء من الكتاب في الخلف، تمام. اهو شايف طبعا الاسئله مجابه ازاي، طبعا ده اهم حاجة علشان لو مش عارف اجابة سؤال هتقدر تجيبها من الاجابات النموذجية دي، او لو عايز تتأكد من اجابتك برضو هتقدر تتأكد من خلال هذا النموذج للاجابة، تمام. وكده ينتهي المنهج بتاعنا. احنا كده عرضنا المنهج مع كتاب الباهر. الكتاب سعره 48 جنيه، عدد صفحاته 264 صفحة، وهو بتصريح وتحت اشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. انا شايفة طبعا الكتاب اكتر من رائع، جميل جدا، مليان اسئلة، مليان تدريبات، وكمان في الاجابات النموذجية للاسئلة. واهم حاجة عندي هو تلخيص الوحدة الاولى والوحدة التانية في شكل اسئلة واجوبة. طبعا الاجوبة دي بيكون اجوبة نموذجية، لو الطفل عرفها وطلع عليها فعلا هيلم المنهج كله في وقت قياسي. كده تكون الحلقة انتهت النهاردة، اتمنى اكون قدرت افيدكم. استودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.